اعمل ايه عشان اعيد منظومة الصداقة بيني وما بين بنتي؟ اربع خطوات. اول خطوة ودايما بنقول عليها مرحلة الحب الغير مشروط. انا بحبك ست بنتي، هو السلوك اللي انت عملتيه ده غلط ماشي، هنتكلموا فيه الصح فيه اعمل ازاي ونعرفه مع بعض، لكن انت بنتي، انت نور عين، ده لو كبيرة انت اول العين ما شافت. اذا انت حبيبتي حبيبة ام ده انت سر، ده انا بصي هقولك على اسرتي، فتعرف ان انا بحبك وحبي ليكي مش مشترط لا بنجاح ولا بمذاكرة ولا انك تتصرفي السلوك الصح اللي غلط، ان انا تربط حبها حبك ليها عشان عملتي غلط. غلط يقولك ده ابتزاز مشاعر، وبتبقى عندهم الاب والام دول حاجة عالية جدا، فانت تعيشيها تحت ضغط، هي عشان امي بس تحب عشان أو لا، انت بتعملي عشان ربنا سبحانه وتعالى قال وان ده الصح. اما حب امك وابوك ليكي ده ثابت ما بيتغيرش. الامر ده مرحله تاخد قد ايه؟ احنا بنقول اي تغيير سلوكي من 6 اشهر لسنه او من 3 ل 6 شهور تمام كده، ولو وظبت عليه بتاع والطفل اللي قدامي طفل سوي 21 يوم بس، ده طبعا احنا ما شاء الله بالنا طويل بنقعد من 6 شهور لسنه. حطي في دماغك كده اي تغيير سلوكي، لما اجي اقول حب غير مشروط، انا بحب انت بنتي، انا بحبك وانت حبك ساب، بس طبعا هو السلوك ده اللي ما كانش صحيح الصح بتاعه كذا، او اعمل حاجه بنعملها مع الاطفال 5 سنين، حاجه اسمها دحرج الفكر، يكبر ازاي ابني وهو في 5 سنين، اخلي دماغه يفكر صح ويجيب النتيجه ويفكر في حل الخلاف اللي انا اقوله، بس يتجه نحو الصح، مش هو عامل طالع على السلم هتقع، ايوه اوعى الكوبايه تقع هتتكسر. اديله السلوك اللي هو المفروض يقول، حاجه اسمها دحرج الفكر. عند البنات وخصوصا في مرحله المراهقه حاجه اسمها ايه؟ اختيار من بدائل. ده بصوا ده الحل كده، نخلص المحاضره. يعني ايه اختيار من بدائل؟ يعني ما بدهاش هو كده، يا تعملي كده يا كده، غلط مش عامله، حاسه ان هي مامور ومجبوره كده، غلط، يا ده يا ده، لا اعمل 3 بدائل خصوصا لو مراهقه متاخره. لو قبل كده شويه ممكن ادي بديلين ماشي بيرضوا، يعني يا ده لاني مثلا المتاح كذا، واديها السبب مش لا وبس، لا ليه؟ لازم حوار، بنتعب. ما انا قلت كم مره؟ بقالي سنه وسنتين بقى اهو ومات ده طول العمر. مرحله الحب الغير مشروط دي دايما تبقى جواها طول العمر، ما بنكتفيش يا اخوات بشهر ولا 2 ولا سنه ولا 2، ده بتروح تتجوز وبتيجي هي وجوزها بالربيع هي وجوزها، صح ولا لا؟ بقى هو وعيالهم، سيبوا الاحفاد بقى سيبوا لنا، انت هتبوظ الدنيا احنا هنربي احنا. فموضوع مستمر لحد ما يتولانا الله عز وجل. لكن تيجي الام زهقت، هنا الغلط مش عليها هي، زهقتي ليه؟ ده بنتك، ده عيالك، ده قلبك، عايزاهم احسن ناس في الدنيا، في ام هنا مش عايزه عيالها احسن منها؟ يبقى ما فيش واحده تيجي تقول لي ما فيش حاجه اسمها لا، ما اسمعش منك كده، عايزه منك الاستمراريه. طيب المرحله رقم 2، ما فيش حد في الدنيا هيحبك اكتر من امك، الدنيا ما فيش حد في الدنيا عايزك افضل من نفسه اكتر من امك. النقطه دي مهمه جدا يا اخوات، ليه؟ عشان مهما تشرق مهما تغرق، انا عارفه انك عايزه مصلحتك، وتبقى كده شفت اللي بيعمل غسيل مخ، احنا نعمل لهم غسيل مخ. مفيش حد في الدنيا بيحبك اكتر منك، ولا حد في الدنيا عايز مصلحتك اكتر من نفسه، انا عايزاك احسن مني. ويوصل عند البنت المعنى ده، يوصل جواها خلاص يا ماما عرفنا بقى ان انت عايزه احسن حاجه، ماشي حتى لو ما بتنفذش، او ما مش هتنفذ من يوم وليله، لازم يبقى ده ترسيخ. ده برضه المرحله بتاخد قد ايه؟ 6 شهور؟ لا والله ده العمر كله، احنا عايزين لكم افضل حاجه. ويبقى دي قاعده وقانون من القوانين اللي لازم البنت تعرفها في تعاملها مع في الحياه. امي اكتر حد عايزها، مش صاحبتك، مش الفئه الفلانيه، مش الشله اللي ما يعلم بها الا ربها، مش رايحين فين، تقول لك ده احنا والله ده رايحين سوسيال على البحر، سوسيال رايحين بيبك على البتاع شاطئ العرايه ولا انا يعني الصحبه. لكن لما تعرف ان الام هي اكتر حد، يبقى دي المرحله رقم 2. المرحله رقم 3 حاجه اسمها بعمل رابطه مع البنت. يعني ايه؟
اسر لها حاجه خاصه بيا، مش حاجه يعني منيله بنيله يعني، اختاري حاجه معقوله ايه تقولها لها، لا في امها تقول لها وجاب كعل ما ينفع، اختاري حاجه وسط وقولي لها، او اعملي معاها رابطه. بصي لما تلاقي ابوكي سادر اللي احنا عارفين ابوكي بقى لما بيطلع في الزربونه، لما تلاقيه بصي كده ايه يعني ايه، نختار كلمه سر بيني وما بيني، يا خضره يا اي حاجه، اختاري اي حاجه، يا كواكب البحر اختاري كلمه سر، نبهيني بس عشان ايه نلم الدر ايه ونبقى نعمل حزب انا وانت كده. اعملي معاها رابطه تحس انها قريبه من امها، انتوا فاهمين يا اخوات؟ اما تحس بالامر ده، ده بيتحقق يا اما بسر لها حاجه او بشركها في امر او الخروجه الشهريه. لازم ان شاء الله تطلع معايا على الناصيه، نروح عند اغا اسمه ايه بتاع الحاج شادي سالون يعني، بصنا اي حاجه، تروحي عند حاج سيد، تروحي عند التاني بتاع اغلو ده، اي حاجه، هات لها كوبايه شاي بفراوله وارجع، لو كنا في مصر وقلت لك هات لها حلبسه، مش مهم مهم، اي خروجه انت وهي، نروح نشتري توب، هنروح نشتري البتاع اللي بيتعلق بده كده في يوم البنات، يوم دلع البنات ده شيء اساسي. وانا راجعه معاها من الخروجه الحلوه ما بتكلمش فيها في اي حاجه، حتى لو كانت عامله مصايب، لو ما شاء الله المصايب كتير، امسك ايديها وابص جوه عينيها، بس جوه عينيها كده، انا موجوده في اي وقت لو احتجتيني، في اي وقت انا موجوده علشان لو احتجت تحكي لي حاجه من قلبك هتعرفي ان انا موجوده علشان، وانت باصه في عين البنت ماسكه ايديها وعامله عليها كده وضمها، ادي كده التلامس بالجلد اهو، الاي كونتاكت، الاداه رقم الثانيه اهي، التواصل البصري المشاعري، انا موجوده عشان في اي وقت احتجت تحكي لامك حاجه انا موجوده، وهي دي الخروج. الثلاث مراحل دول مستمرين معانا، مستمرين، وما تيأسوش. المشكله الامهات لما بتيجي مثلا في مشكله مع بتيأس او بتبقى زعلانه من رده الفعل او الغير النتيجه الغير متوقعه، فيحصل ايه يا اخوات؟ تقول لك بقى خلاص خلاص، وانا كذا وعاي بنتي، والبنت ولا هي ده غلبانه غلب الدنيا، بس انت يأستي او رد الفعل ما كانتش ظريفه، طب غلط. فالاصل ان الاستمراريه. طيب عايزه منك حاجه قبل ما اقول لك المرحله رقم 4، عايزه منك حاجتين صراحه في النقطه دي بالذات، لتقويه، عارفه ببني جسر، مش جسر، انا ببني قلعه وقصر، اسمها رابطه الحب بيني وما بين جدي، ما تتقطعش، حب غير مشروط، مفيش حد يعزك اكتر من امك ولا يحبك وعايز مصلحتك. رقم 3، انا موجوده في الدنيا علشان، مش عايزاكي بقى تتصدم، يعني لما تيجي تعمل فعل رد فعل تقول لك لا بتخض امي، لا يمكن، او لا شفت بتعمل ازاي، وابويا وهي من رد فعل الام لما تعرف المشكله، والخض شفتوا شهقه الملوخيه ايه انت عاملاها في وش العيال، البنت تقول لك ما اقدرش، وتحكي لمامة صاحبتها وتحكي للبشريه كلها الا امها، مش عايزاكي تتصدمي، انا مش عايزاكي تتصدمي، تاخدي نفس كده تهدي خالص خالص، وبعدين ايه شوفي ايه، هدي حل من 3 بدائل، ما تقلقيش، كل احنا عايشين في الدنيا ليه؟ مش عشان نغلط، احنا كبشر مع الله عز وجل، احنا عايشين في الدنيا ليه؟ علشان نغلط، تمام؟ احنا في الدنيا بنغلط، احنا بشر، اقبلي بشريتك بقى، بنغلط عادي، ايه المشكله؟ المهم نتعلم، ده المؤمن لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، والبنت اللي تطلع على كده تطلع عندها ثقه في نفسها، ما تطلعش مهترئه وجوزها يديها واهل جوزها يعملوها، لا نعمل لا، ليه ما تتكلمي كده، مواقف مش احنا بشر فبنغلط، مش عيب، بس نتعلم من غلطنا، نقول استغفر الله ونشوف السلوك الصح اللي نعمله، اتبع السيئه الحسنه، اذا كان ربنا بيتعامل معانا كده، ولو ما اخطاناش لجاب ربنا قوم يخطئوا فيستغفروا فيتوب عليهم، صح ولا لا؟ ليه ما بنعملش مع عيالنا كده؟ عايزينهم ايدل، عايزينهم ما بيغلطوش، ملائكه بجناحات، غلط، احنا بشر، يوصل ده، يبقى ما تتصدميش واقبلي بشريتها، ويلا نجيب حلول ومع بعض وخطوه، مش عيب. جه مره من المرات حصل موقف مع بنت الصغيره وصاحبتها،
ومش اتصرفوا على حسب دماغهم، ودي تعيط ودي قلت لهم هم ايه بتوع 14 سنه دول و15 ما يغلطوا. فكان الامهات مستغربت لهم تعالوا ما تبوظليش الدنيا، ما عوش انا جوه بترجعوا انتوا جوه بره تبوظوا، ما يغلطوا عيال. صح هنعمل ايه؟ خلي بالكم ما كان يحصل كذا كان المفروض تعملوا كذا، كانت تروحوا للاستاذه كان عارفين اتصرفتوا بعاطفه شكرا خلاص. يوم لما نبقى كده نبقى اساتذه والله. بصي احط لك تاج الام المثاليه على راسك وافضل ابوس واحب في راسك كده علشان انت فهمتي النقطه دي. يبقى اول حاجه ما تصدمش لما تيجي. رقم اتنين افرحها،